هاي مرة جديدة بحلقتنا من أرجوك صدقني. عم بعمل نسكافيه هيك بس شوي لحتى رجلج هيك شوي ووعى لحتى أعرف استقبل ضيوفنا، لأنه معي اليوم ضيوف كتير مميزين. على العموم الحلقة طبعاً عبارة عن سؤال له ثلاث احتمالات، كل احتمال موجود مع حكيم من الحكماء اللي بيكونوا معي ورح يضلوا معي. رح اشتاق لهم كتير بس يخلص البروجرام. هتوحشوني والله يا جماعة لما البروجرام يخلص. مساء الخير أستاذ صلاح، ازيك؟ الله يخليك، الحمد لله أنا كويس. كويس؟ منورنا وحتنورنا كل ليلة. الله يخليك، ده أنت اللي منورانا. هند ازيك؟ تمام. بلو لايق عليكي جدا الليلة. ربنا يخليكي، ميرسي يا حبيبي. أستاذ منتصر، والله لابسين أخضر مع بعض النهاردة، بس الأخضر بتاعك مفرقع شوية عني. أنت يعني هتحاول تضرب علي عشان إيه؟ تبقى على أساس إن أنت مفرقعة في البرنامج. ربنا يخليك يا عم، إيه الكومبليمنتات الحلوة دي؟ وحشتوني، لو البرنامج خلص هتوحشوني. انا عن نفسي كل ما بخلص حلقه واروح بتوحشيني الفتره اللي انا بروح فيها. طب انا افتكرت ان هند اللي بتوحشك عشان دايما بتتخانقوا وتتناقشوا مع بعض في حكايه الاحتمالات والحاجات دي. ما نفتحش، نخلي نشوف لو النهارده الموضوع هيعدي. لا 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 لا، عشان بس حضرتك تبقي فاهمه الحكايه بالظبط. التناقض هنا والخناق وكده عشان احنا معانا أسئلة بنبقى عارفين إجابتها 100%، يعني سواء مرت علينا في حياتنا أو قريناها أو أو أو، بس مضطرين ملتزمين نقرأ وملتزمين نقرأ الإجابة الخطأ ونقنع بيها الضيف اللي جاي. بالظبط، وانا اقل حد بيلتزم وقلبنا بيتقطع واحنا بنقول يعني. لا مش عايزين القلوب تتقطع، ربنا يخليكم، عشان ايه القلوب لازم ترجع من جديد، عشان معانا ضيوف لذاذ جدا مش هخليهم يستنوا كتير. انت مش همك حاجه، انت بتسالي وتروحي. لا انا همي برضو استقبل الضيوف عشان معانا ضيوف مميزين. اول ضيفه معانا لليله الفنانه رانيا فريد شوقي، خلينا نستقبلها مع بعض. اتفضلي يا رانيا. هاي، اهلا. ازيك؟ وحشانه. اتفضلي اتفضلي. اهلا يا رانيا. عادي مش مهم اي حاجه. انا كنت هعوج مش كده؟ ما انا بدي كنت هعوج. دي بنت ملك طبعا، نعملها دي برنسيسه. امال ايه؟ برنسيسه الاميره رانيا. انا عايزه استقبل الضيف المميز برضه معانا الليله، فنان بحبه جدا، جميل جدا جدا جدا. اتفضل يا استاذ سمير غانم. اتفضل. الله، مساء الخير. Bonsoir. Abdallah. Montasseur. Rania. Rania. احنا في البيت قاعدين كده حندردش مع بعض ونتسلى ونقضي وقت جميل، فنقعد في اي حته، فوق، هناك، هناك. يعني ده انتوا في بيت دلوقتي؟ في بيتنا، كلنا في بيتنا. كلكم قاعدين مع بعض؟ كلنا هنقعد مع بعض. طب فين المطبخ؟ انا هروح بس. اتفضل حضرتك. في شاي، هنعمل شاي ونسكافيه، وفي كرواسون وشوكولا. اتس اوكي، اما نتكلم شوي الاول. دكا، اتفضل. يعني نقعد فين؟ تحت. لو بتحب حد رانيا. حياتي بنوتي. نسلم قبل على الناس الحلوين. مونتي. صباح الفل. صباح الفل. منور. ازيك يا استاذي؟ شنو حوالك؟ لاباس؟ عايش؟ عسلامة. عسلامة. يعيش. مرحبا بيك استاذنا الجامد قوي. اتفضل. رامروني يا حبيبي. اتفضل. طيب ايه الاخبار؟ تمام تمام. مبسوطين جدا اشوف الكل. حضرتك معانا النهارده. الله يخليك. منورنا والله جد. انت رايحه فين؟ هقعد هنا عشان ايه؟ ابقى انا في البلكونه. لا التحكيم اتعودوا، اتعودنا على القعده خلاص بقى. وخلاص عادي. دي اللي بتتحكم فينا. وانت يا حضرتك اللي هتسالني. لا لا، دي اللي بتتحكم فينا. دي اللي بتتحكم. واحنا حكماء على فكره. والاجابه في الاخر الصحيحه عندي. طبيب روحاني. الاجابه الصحيحه عندي في الاخر، محدش يعرفها. خلاص عشان كده. لا بس ممكن اعلق شويه. تقدر تطلع تقعدي بعد كمان شويه عادي. على كلمه عندي في الاخر الاجابه الصحيحه دي. لازم تعرفي ان احنا بعض مننا معاه اجابات صحيحه طبعا. بس انا بس اللي عارفه
اي اجابه من طيب اللي معاكم هي الصحيحه. طيب يعني كل مره نيكول لا هو بيحاول بكره هقدم البرنامج انا و... يعني بتذلنا تقعد تقول لنا بقى وتقعد تقول لنا كل يوم اصل انا اللي معاه طب ما تقولوا ما تقولوا انتوا بقى تسالوا السؤال وخلاص وانزل انا اقعد اسمع يا سمير السؤال بيقول طائر ايه ما انا اقدر اقول مش في حلقه اهو طائر له اكبر عينين مش عايز اكمل انت بقى خلاص مش في حلقه انا مره هبقى مكانكم قاعده برضو بعمل من التحكيم مع مكانكم طيب نغير فيها ايه الحياه اخذ وعطى صح ولا ايه الاستاذ بيسال بقى هسال سؤال اتفضل الكاميرا اللي بتصورني انا فين لا معلش دي بقى ثانك يو اولا مش هتبان بس انا بعرف نفسي انا اصل انا لا يهمني اي شيء غير ان انا ابان استاذ سمير انت لو استاذ سمير لو كمان شويه طلعت قعدت هنا طبعا هتبقى فص خلاص ده هنقعد هنا من الصبح اول سؤال معانا لليله ليديز فيرست رانيا البانتو هي ايه اتفضلوا البنطلون البانتو هي مكتوبه كده بانتو البانتو لقمه هناكلها سوا بس هنضرب لها مشوار صغير يعني ممكن اجسر المسرح نخطف نفسنا لغايه كوريا ناكلها فالبانتو دي اكله كوريه لا يمكن لا يمكن طب قول لي كل اللي عملته دي لا يمكن وبالبساطه دي يا استاذ لا يعني اكتشفنا ان الخبره ضربه قولي يا هند لا ما فيش اكله كوريه انا خبيره اكل اسيوي ما فيش حاجه اسمها بانتو اكله كوريه افهم كده دي ما فيهاش ثقافه بقى الإجابة. لا فيها ثقافه خبرة. لا ثقافه خدوا الخبره ده يوم الخبره ولا ايه اتفضل اصل هو الخبره الانسه ثقافه عضلات خبره علم ثقافه علم ثقافه هند ثقافه وانا علم اكاديمي قولوا يا جماعه احنا في اول لسه سؤال يعني انت عرفتيها البانتو البانتو قبيله افغانيه انت عارف انه افغانستان كلها قبائل وهي دي مشكله افغانستان اصلا مش عايزين نتكلم بقى في السياسه ونقلب محطه ثانيه بس يعني هي البانتو هي قبيله افغانيه مونتي البانتو انا راجل علمي اكاديمي ما اعرفش اقول واحد زائد واحد بكم يا رانيا؟ بكم واحد زائد واحد؟ اتنين ده العلم العلم بيقول البانتو لو انت جيتي سافرتي في اي بلد مثلا في لندن في اوروبا ده هياخدني مشوار لشغل ده المزيكا المزيكا بتاعت اوروبا ايه؟ الجيركي والفالس والحاجات دي كلها تعالي بقى انزلي في المنطقه الشرقيه كده مشوار كده لشبرا وهنرجع تاني كويس انا فاهم الكلام اللي انا بقوله ريحي استاذ سمير مستني السؤال بتاعه يا جماعه مش عايزين أيوة نخليه يستنى كتير انا عرفت ايه البانتو والله بس ما يخلص مونتي تعالي بقى تعالي نخش في الادغال في المنطقه الافريقيا اللي ورا دي بانتو 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 ده الريتم بتاعهم فدي هم بيقولوا بانتو ده الريتم لان دي لغه افريقيه لغه لغه زي اللغه الانجليزيه اللغه لغه افريقيه لغه افريقيه وانا مش عايز افسر اكتر من كده وهند ايه طب استاذ سمير كان هيقول حاجه لا استاذ سمير من حقه يقول بس مش من حقه يجاوب لا مش هيجاوب اتفضل هو هيقول انا شايف ان البانتو ليها علاقه بمونتي مونتي بانتو مونتي بانتو وهو مونتي ايه في الاخر ما هو لغه افريقيه انا مش عايز ده اللي انا ما كنتش عايز اقوله وليه مونتي ما ينفع اكله كوريه ينفع بص يا بيه انا اكله حضرتك كنت ايه الاجابه قبيله افغانيه انا قبيله افغانيه راجل لا مش قبيله الاجابه الصحيحه افغانيه انا يعني ما خدتش ولا اجابه صحيحه هو المفروض ان في اجابه صح من دول طبعا واحده صح كل واحد واحده بس واحده ودائما الواحده دي عند الخبره دي اوكي هنقولهم بسرعه الثلاثه بعد اذنك انا قصدي بنوتي وانا مسؤول عنها اوكي انت قلت ايه بسرعه اكله كوريه اكله كوريه قبيله افغانيه لغه افريقيه وشك في الحيط وقفت جاي هي لغة أفريقية طب ما قلتهاش خلاص آخر كلام ما قلتهاش دي أكلة كورية أو أي ماشية برضه آخر كلام لغة أفريقية غالبا قصدي مش منطقي لا خلاص مفيش حاجة منطقية غير يا بنتي قولي صح أنت يعني أنت اخترتي منتصف طبعا أوكي هي طبعا مش قبيلة أفغانية زي ما هند قالت الحمد لله أوكي أوت هند الإجابة يعني مش أنت اللي أوت مش الاستوديو يعني وهي طبعا مش أكلة كورية تبقى لغة أفريقية
طيب لغة أفريقية هي الإجابة الصحيحة للبونتو. مبروك مبروك. وأنا سهيتها قلت مونتو مونتي هو اللي عنده البونتو. ساعدتها أنا قلت لك مش عايز أكسب. خدوا الحكمة من أفواه الإيه؟ المونتي. أوكي سؤال ليك يا أستاذ سمير. يا روحي اتفضلي تقبريني. ربنا يخليك. سمك القرش. بدي مين الله يخليك. سمك القرش على طول كده من غير مقدمة. سمك القرش. سمك القرش. فين هو؟ كم ساعة بينام؟ ايه؟ كم ساعة بينام سمك القرش؟ ما بينامش حياتي. ما بينامش؟ اه طب من زمان نشوف البواخر. طب والله من غير ما نسمع الاحتمالات. خلاص الخبره الخبره الحكمه بقى. لحظه اولا انا مش عايزك تقلق بالنسبه للكاميرا. لا مروه جت لحد حضرتك. مروه ادخلي على الاستاذه الله يستر. اتفضلي يا مروه كده ابو كويس. بس اتخبطت فيا اتخبطت فيا يا مروه. شفت البنوته بتاعتنا عادي جاتك يا مروه. جاتك عندك فين كاميرتي؟ اكتر واحده شقيانه فينا. انا لو انا نفسي اشيلها الكاميرا والله. مروه جميله. اتفضل بقى يا صاحبي. احنا بص نفسي اشيلها اللوز. كنت عشان مروه بتتكسب والله. اه والله بص نجمه البرنامج مروه. كم ساعه كم ساعه يناموها سمك القرش؟ ايوه ده السؤال. اه ما هو فاكر فيلم جوز لا انام. اه لا انام بس انا عايز اروح حمامه. فات الحمامه طبعا عشان فاكر. آه. الفيلم الفيلم ده. آه. اصلا ده. آه. فيلم في الحياه بقى. آه. هو دي حياه سمك القرش لا ينام. ما يقدرش. دي الاجابه الصحيحه. قلت دي الاول ما يقدرش. سمك القرش له مسؤوليات كتير وبيفكر ولا طبعا لازم ينام. بيفكر يقعد مين وياكل مين. طبعا ياكل مين بالظبط. طبعا يعني مسؤوليات برضو. احنا حضرتك بننام كام ساعة؟ الإنسان البشر الصح حسب النوم الصحي. النوم الصحي كام؟ حسب السن. يعني في بعد الأربعين الساعات بتطول. لا قبل الأربعين. قبل الأربعين ما فيش نوم. عشان كده واحد قبل الأربعين بيبقى قرش. نوم يا عيال. بيبقى قرش. بيبقى قرش قبل الأربعين. بس يعني الدكاترة يقول لك ها ايه رايك يا دكتور يقول لك 8 ساعات. طب ثواني ما ردتش. فسمك القرش ينام 8 ساعات بس ايه متقطعه. يضربه ربع ساعه كده ويصحى يموت له 3 4 اسماك يرجع ينام تاني وينام له 5 دقائق. بس لازم ياكل السمك لما هو بينام 8 ساعات. طب استاذ منتصر اخوه الاستاذ منتصر ايه رايك انت؟ لازم القرش ينام قد ايه القرش؟ القرش له استعمالات كتير. ايه ده؟ اصل عشان بينفع في قرش وربع قرش بس في سمك القرش الابيض اللي بينفع في اليوم الاسود. القرش برضه قرش ابيض. القرش ده ما عادش ليه قيمه خلاص. لا اولا القرش من حقه ينام ومن حقه ينام عدد معين من الساعات. كام يعني؟ كام؟ هو غالبا علميا انا اتكلم كزراعه وسمير غالي زراعه. خلي بالك قالكم. بس خلي بالك انا زراعه. انا ثروه سمكيه كمان يعني. عارف انت يعني فاهم القرش وابوه مين وامه مين. طب تقدر تقول لي دخل الحوت في النص عشان يبقى قرش ثروه سمكيه وزراعه يا حبيبي؟ ما هو اسم ام البساريه؟ شفت ام بساريه. الله الله يا استاذ تلبزتك. اربع ساعات وهي هو بينام اربع ساعات. اربع ساعات القرش زراعه خلصته خلاص. اربعه ثمانيه ولا ما بينامش؟ لسه انا هقول بقى. انا معلش مع الحكمه المره دي. خبره. لا على طول خبره. العلم. انا عايز اقسمهم الثلاثه. الحكمة. الخبرة. الثقافة. الثقافة. القمر معلش. يا رب. الثقافة موضوع تاني. هعمل بيه ايه؟ لا والله بيفيد في اليوم الاسود برضه. انت هتوصفنا ولا هت الديستورشن؟ برامج زي دي بتفيد. الديستورشن. بلاي باك. يلا دي شغال بلاي باك. حاضر بس خلي بالك من اللي جاي بقى. انا بقى. لا يعني ايه؟ انت جيت انا يا حبيب قلبي القرش ما بينام. ما بينام. اختار الخبرة الاستاذ. استاذ صلاح. استاذ صلاح. طب هو طبعا القرش ما بينامش ساعات متقطعه دي اوكي مش موجوده اوكي. ولا طبعا هينام بلاي باك اربع ساعات متواصله. والله اللي كاتبين انتوا كاتبين كده. القرش ما بينامش. سمك القرش ما لا ينام. دي الاجابه الصحيحه. تكسب يا استاذ سمير. 100 تعادل 1-1.
هانيا يا نحم يا نحم اوكي كم طفلا تلد انثى الحوت؟ اشمعنى انا يعني دون عن نفسي في كل مره قصدك اني ما وريش غير الخف ممكن برضو جايين جايين ليكي كده اتفضلي كويس ان الحوت مش العنكبوت ولا النعامه مثلا كم طفلا تلد انثى الحوت في كل مره؟ طفل كم طفلا كم طفل حوت يعني بيبي حوت بتجيب كم عيل في كل مره؟ ما ربيتش حيتان فما شفتهم والله انا بالنسبه لي هقعد اعد يعني ولا لا بس اقول لك انا بس اعتقد الحوت بيبيض ولا بيلد لا بيلد بيلد علميا معرفش كان بيبيض معرفش بالخبره ايه لا بيلد انا مغير لها واحد كان بيبيض كل بيضه وبيضه الحوت طبعا شفت الدنيا اتغيرت درجه الدنيا اتغيرت اللي بيبيض بقى بيبيض يا واللي بيلد قولوا يا جماعه ما بيبيض بيلد ايه يعني كم انثى كم واحده يعني طب كم طفل يعني كم طفل مش شرط انثى ممكن ذكر وممكن قول المنطق حيث المنطق تفضلي حوت كبير تشربي ايه الاول شاي ممكن انا اعمل لحضرتك شاي بعد السؤال اوكي ماشي. الحوت حاجه كبيره حجم اكبر حيوان في العالم ف بيبي حوت حيوان برضو هو الحيوان اساسي هو ما يقدرش اكتر من واحد يعني يا عيني انتوا بتبوظوا حضرتك المعلومات اللي عندي لو تعرف اللي جرالي الله ما اعرفش قالت ايه بس اي كلام اللي قالته انا موافقه بان الحكمه الخبره الخبره بتقول ده سؤال سمير لا ده سؤال رانيا بس رانيا ما كانتش سامعاني اصلا انا استاذ سمير هو بتشارك احنا مع بعضين ما تعدلوش عينيا يعني احنا اساسا متشاركين مع بعض بيساعدوا بعض لرانيا لا انا رانيا مش عايزه تسمعني يعني لا 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 الحمد لله ان استاذ سمير معبرني انا هقول لها هقول لها يعني الوحيد اللي معبرني عشان كده اعملي شاي يا هند اعملي شاي غيري جو شويه يعني كده قال العدد كام قال لي فيك واحده انت قلت حيوان والحوت اسمعيني والنبي خدي مني وان بيبي كبار قوي ما تقدرش اكتر من واحد ليه هي بتولده بساطه على النبي حجمه ده ولا ايه طبعا يعني بيبي اسمعيني بس يا رانيا طبعا كبير طبعا يعني حاجه طن مثلا طن ونص اذا كان الحوت بيوصل ل 17 18 طن طن طبعا حوت طن. حوت مش طن يعني لا طن طن هي طن طن هي طن طن مش فارقه يعني بيننا وبين تونس هند هو كله عك في عك بيننا وبين تونس طن هناك طن استاذ سمير بيقول لك عشان فرق التوقيت بيننا وبين تونس يعني عندنا طن على طن على ما تسافر طن على نبض على نبض مش مفهوم هي طن دي غلط هي طن اولا علميا يا جماعه علميا طن دي لها معنى ما بتتقالش غير على الحوت بس طن فيك لا انا اسرح منك طز فيكي يا لهوي انا اسرح ده بقى بالنسبه لاجابه السؤال اللي فات ايوه يلا طبعا بالنسبه للاجابه اللي قالتها طبعا انا عايز اقول لها طز فيكي لانه اجابه غلط يا جماعه احنا جايين نهدي النفوس انا مش بساعدك انا اجابتي صح اتفضل الجاي الى الخبره اتفضل سعادتك الجاي وركزي في الخبره اتفضل السؤال كيف تلد الحوت كم طفل تلد طز الحوت كل مرة في كل مرة كل ما تيجي تولد يعني بينزلوا على القد يعني بيجوا بالظبط هي في بطنين مش احنا يعني عندنا بقول ببطنين اللي هي بتشيل اتنين توأم هي بتشيل توأم رغم شوفي ما نتخيلش يعني عشان الحجم وبتاع لا هي بتشيل اتنين ده كله هوا وقليل جدا ساعات تجيب واحد يعني ذكر يعني لا ساعات تولد واحد بس ايه قليل يعني جدا لما تولد بتحزق على واحد ده ايه اللي هو بين كل 3 4 مرات يعني فهي عاده بتولد توينز يعني توينز يس و وسام تايمز وان سام تايمز وان لا يا ده مش رد قول يا انا اسفه بس ده مش رد انت قلت تولد انا قلت مره انا قلت واحد في المره بيبي في المره بيبي في المره الاستاذ بيقول ايه اجابتك غالبا لا هي غالبًا انا 3-4 انت 3-4 ما شاء الله لا يا اخوان اصل الحيتان اللي عندي غير الحيتان طب انا المره دي مش هزعل استاذ صلاح بقى انا ما ولا مره اخترت بقى يعني كام عيب يا توينز اللي هو عادة بيبقى لا بس لا بيبقى ممكن لا هي بتاخد يعني بتاخد دقبر وحاجات عشان دايما تبقى جايبه توينز لا ده هي خلقة ربنا كده خلقة ربنا والسؤال اجابته الصحيحه معايا ان شاء الله انا بقول انها في معظم الوقت ما بتولدش والعيب من الذكر جزءا العقل
العقد جوزها الحوت بيبدا يا جماعه الاجابه خلاص اخر حاجه الاجابه الصحيحه اه لا اول حاجه هي طبعا مش هتجيب توينز ثلاثه ولا اكتر ولا مش عارفه ايه والله اللي موجود لا هي محدده تحب تعرف هي جايبه ايه هي ست صريحه وواضحه ده اخر الكلام وعشان ايه وعشان قعدت تهزق الطناطين والطن والمن ارجوك طلعت اجابتها صح عشان هي بتجيب واحد واجابتك غلط يا رانيا يا رانيا ولا يعني ازعله الله على راي استاذ سمير يعني هنكسب ايه مش يعني المساله مش بالحجم يا ناس استاذ سمير شوف الحوت قد كده شوف يا عيني على دي وعلى عيل تعال شوف البسرياية الصغيره قد كده تسعه استاذ سمير والله تلاقي البحر اتعكر ايوه باليوم بيضه مش قد كده الله الله الكافيار ما ضبط سمك اه طبعا طبعا عارف كل المليون علبه الكافيار دي من سمك قد كده فشوفي بقى سبحان الله يعني انا اصطاد سمكه وحطها عندي كبيره دي قوي اول ما فيه ازاي 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 بس حلو مروة أرجوك يخش زوم على عشان كده انثى الحوت بتتطلق بعد اول عيل طبعا ليه؟ لان جوزها الذكر بيبقى فاهم انه هيزروط اوه طبعا الست مش جايبالي واحد جايبالي واحد مش متعاونه فبيسيبها ويخش على سمكة ويروح مع بزريايا استاذ سمير اتفضل يا عيوني تقبرين ايوه قبل ما اسالك اخر سؤال من حظرك حزوره اه حزوره الراجل الافريقي ها بيصحي ابنه من النوم ازاي الافريقي اه بيصح اصل احنا افريقيا دي كتيره قوي بالاجمال طب لو سمحت انا عايزه اقول حاجه انا ما عنديش السؤال ده ما جاليش ازاي ولا انا اقول لكم على مفاجاه ما جالناش احنا الثلاثه يلا رد كده يلا ازاي يا استاذ سمير بيصح ابنه من النوم الراجل الافريقي تعالوا نقول ثلاث احتمالات على الهواء ده سؤال بس من غير احتمالات انا هغير شويه سيستم الحلقه اوكي يلا شوف. طيب من عندك كده من عندك يا استاذ صلاح كده مش بيوعين من النوم كيف سؤال يعني دي مشكله عائليه حزوره بيصح من النوم ازاي الافريقي الافريقي يعني الافارقه السود يعني احنا افارقه بس بالظبط هو ده يعني احنا افارقه بس مش سود مش سمك يعني مش سمك طب الاجابه بيه ها بيزخدوا ايه اتفضل يلا انت عندك سؤال تستجيب القطط اكثر لصوت المراه لا 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 انت بتتكلم هي بتسال سؤال عندك انت طب يلا بتتريق بصي انا ليه حاجه نظريه في الموضوع يلا المنطق بتاعك يقول ايه بيضربوا اوكي خلاص بس نقطه الراجل اللي ايه بقى الافريقي بيعمل ايه بيصحي ابنه من النوم ازاي بيضربه ياكلوا علقه يعني ياخدوا علقه استاذ سمير انا رايي بالمنبه يظبط له المنبه ويرسيه ما عندهمش منبه ها لا خلاص سيبوا قلب المنبه خليه بالمنبه خلاص حلوه الاجابه واضحه صريحه خلاص هو راح الشغل بجوز الهند قد كده يروح ضربه بيها اوكي استاذ صلاح الراجل الافريقي بيصحي ابنه وبيضرب امه خلاص دي اجابه رانيا رانيا كنت هتقولها والنحو لا والله رانيا بس هي خيال والله انا عملت حاجه جديده بقيت عندك في الاسئله يعني بيعمل ايه الافريقي عشان يصحي ابنه بيسيبه نايم ولا بيسأل اوكي استاذ منتصر اعتقد ان اللي بيخلي الواد هو اللي يضربه ايه الواد يضرب ابوه كده بيصحيه من النوم يعني احنا ساديين قوي يا جماعه يعني محدش قال ما بيضربوش ما حدش قال مزيكا مثلا سيمفوني يعزف له لا يضربه او الطبول بتاعته التم تم ده بتاع دول الافريقي ما عندوش وقت يخش عليه والله فكره يا رانيا والله فكره ربتي شويه يا رانيا ربتي شويه والله يا رانيا كملي يا رانيا كده اجابه لا دول الهنود الحمر يا رانيا انتوا رايكم انا هعد انا اسئله للبرنامج صح سؤال جميل بس عندك اجابه ولا لا طبعا لحسن كده بصحي ازاي ام بابا ام بابا ام بابا الله والله انا لسه كنت هقول حاجه كده لا ما اقول لكم كلنا خسرنا ايه رايك يا هند دي حلوه صح ام بابا ام بابا صحي من النوم حاجه سهله ام بابا طب يلا نقوم كلنا مع بعض يا جماعه ننهي الحلقه ام بالليل لا ام بالليل ده الواد رايح على ابوه انا رايي اه لا وتعرف ايه اللي جراني انت بقيت ايه بالنسبه لي الله 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 طيب يا جماعه مارونجي لاسي والاسم شوكولاته شوكولاته ناتا كوناتا ستوب